وزارة الشباب والرياضة بتدعم القطاع الخاص، بتدعم الاستثمار الرياضي. احنا كمان في الوزارة استثمرنا استثمار اقتصادي سواء في مراكز شباب مصر او في سلسلة أندية النادي. كمان احنا مع طبعا تطوير استادات وسلسلة أندية من خلال الشركة الوطنية. النهاردة كمان وفي محافظة أسيوط بيكون فرع كمان لأندية وادي دجلة. أنا كوزير الشباب والرياضة من أعز الناس أو أكثر الناس سعادة لزيادة ودفع الاستثمار الرياضي، ولازم نساعد الاستثمار الرياضي في محافظة أسيوط. ده نموذج، كام أسرة هتكون أعضاء، كام رياضي هيطلع في كل الرياضات، قاعدة عريضة جدا. احنا هيكون في السباحة وفي كرة القدم وفي الكاراتيه وفي الجودو وفي الألعاب اللي عندها قاعدة كبيرة جدا. ما فيش شك انه وجه قبلي بتحديدا لازم تقدم له الخدمة دي، واحنا ده التوجه وجه دجلة من دي وان. يعني احنا نتوسع في ربع مصر، ابتدينا في القاهرة الكبرى وعندنا 6 أندية في القاهرة الكبرى، ابتدينا بعد كده باسكندرية ومستمرين في هذا الاتجاه، وخاصة في الصعيد. الصعيد زيه زي أولاد مصر كلهم، محتاج هذه الخدمة بدل ما ينزلوا مصر. احنا بنقدم لهم خدمة هنا جوه بلدهم. ايضا احنا بنستفاد كمؤسسه رياضيه ان احنا بنكتشف عناصر وموهوبين جداد واضافه للبنيه الرياضيه وايضا الرياضيين والابطال. فاعتقد ان هو ده توجه، ومفروض ان شاء الله هنتوسع في كل محافظات مصر باذن الله ان شاء الله. وزارة الشباب والرياضة مع الوزير بيشجع الاستثمار الخاص والقطاع الخاص في الشباب والرياضة. احنا موجودين معهم وتحت امرهم. خلاصة الموضوع، احنا تحت امرهم في اي شيء بنسهلها لهم باذن الله تعالى.